زي ما شفنا في التقرير اللي فات لما سيحدث بمشيئة الله عز وجل النهاردة، نلاقي إن أهم خبر متصدر في هذه الأخبار طبعا هو انطلاق النسخة الأولى لمهرجان العالم عالمين، النسخة الأولى لهذه الفعالية اللي هتنطلق في مدينة العالمين الجديدة، مهرجان العالمين 2023. طيب بنسأل نفسنا سؤال، الكل مهتم ليه يا ترى بانطلاق مهرجان العالمين؟ لانه بيعتبر اهم حدث ترفيهي في مصر والشرق الاوسط، وبيضم زي ما قلنا فعاليات ترفيهيه ثقافيه، حفلات غناء لكبار النجوم في مصر والوطن العربي، ده بخلاف طبعا يا منى فكره ان العالمين في حد ذاتها هي مقصد من المقاصد السياحيه العالميه لتميزها شاطئ العالمين. يعني انت بتجاوب على السؤال اللي انا كنت لسه هسأله، فعلا هم ليه اختاروا اصلا العالمين الجديده عشان تستضيف الحدث ده؟ كنت سالتيني في الفصل وانا هقول لا، انت بتتكلمي كمان على مدينه منا الكورنيش بتاعها 14 كيلومتر، يعني اشبهها لك يعني ايه؟ انت بتتكلمي على كورنيش اسكندريه، شايفه كورنيش اسكندريه الممتد لحد اخر القلعه، هو نفس الكورنيش انت عاملاه في العالمين، مع الفارق ان هو بقى مدينه ذكيه. انا ما رحتش العالمين لغايه دلوقتي. لا انا رحت طبعا العالمين وعملنا حلقتين ثلاثه في صباح الخير يا مصر هناك يعني. فلا في هناك اماكن ترفيهيه، في كافيهات، في كوفي شوب، في اماكن للدراجات، كل اللي انت عاوزاه من الترفيه هتلاقيه موجود في العالمين. طيب انا كنت هسال ليه اختاروا مدينه العالمين؟ احمد قال مجموعه اجابات، اعتقد يمكن لانها وجهه عالميه للسياحه، ممكن تكون مدينه ذكيه بتعكس التطور العمراني الذكي، بتمتلك كل مقومات التنميه المختلفه، فيها سياحه شاطئيه، فيها سياحه رياضيه، فيها سياحه للمشتريات للي حابب يشتري، كل ده هنشوفه مع بعض في التقرير اللي جاي. مدينة العالمين الجديدة هي واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي. مدينة ذكية ساحرة تعكس التطور العمراني الذكي وتمتلك كل مقومات التنمية المختلفة، لذلك ينظر إليها الكثيرون بأنها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد. تعتبر مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجاً سكنية وسياحية، كما ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهي ستصبح مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد. موقع المدينة المميز يجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عدداً من الشركات العالمية للاستثمار بها. تبلغ مساحة المدينة 50,000 فدان بعمق أكثر من 60 كيلومتراً جنوب الشريط الشمالي، بالإضافة إلى إطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل إلى 14 كيلومتراً. من المخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتضم أبراجاً فندقية تنافس في ارتفاعها وجاذبيتها أهم المدن العالمية. كذلك تضم المدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز بالكامل على أحدث المستويات العالمية، وتحتوي أيضاً على مركز طبي عالمي بمساحة 44 فداناً ومركز خدمات إقليمية. من أهم مميزات مدينة العالمين الجديدة انفرادها بمعالم تأتي على أحدث المستويات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها بالشرق الأوسط، ومن أبرزها مراكز بحثية وجامعات على مساحة بلغت 1,000 فدان، أيضاً ممشى سياحي دولي بطول 18 كيلومتراً، بالإضافة إلى المتحف التاريخي المفتوح والمتنزه الدولي والمدينة التراثية، بجانب احتوائها على مسرح روماني ومباني البلازا والمركز السياحي العالمي.